ويمكن اكتر حاجه كلنا بندور عليها طول الوقت هي السعاده. النهارده اليوم العالمي للسعاده، عايزين نعرف من حضراتكم ايه هي او ايه هو مصدر السعاده بالنسبه لكم او مصادر السعاده بالنسبه لكم. ده سؤالنا هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام. وخلينا نروح ابتدي مع شاذلي، ايه اكتر حاجه بتبسطك في حياتك؟ والله بصي، عايز اقول لك على حاجه. خلينا بس الاول نوضح ان مفهوم السعاده ده مفهوم واسع شويه، وكل واحد بيكون عنده سبب يخليه سعيد بيختلف بكل تاكيد عن الاخر. لكن في النهايه البشر كلهم على اختلاف مذاهبهم واختلاف اوطانهم، الهدف الوحيد هو السعاده. ممكن تختلف الوسيله اللي تحقق لك السعاده، لكن في النهايه كلنا بنسعى في النهايه اننا نبقى سعداء. السعاده ان قلبك يكون مطمن، انك تكون سريرتك هاديه، انك تكون حاسس انك راضي عن اللي انت وصلت له او راضي عن حاجه انت عملتها. ممكن يكون السبب حاجه بسيطه جدا، ممكن يكون السبب كلمه حلوه حد قالها لك مثلا في وقت من الاوقات انت كنت متضايق، دي ممكن تحسسك بالسعاده. في النهايه هي السعاده برضو معديه، يعني انا لو فرحان وسعيد بالتاكيد الناس اللي حواليا هحاول اثر فيهم او هم هياثروا فيا، فبالتالي دي غايتنا كلنا ان احنا في النهايه نوصل لحاله من السعاده. دايما في مقوله كده يقول لك السعاده ليست في المال، فتلاقي بعض الناس تتهكم يقول لك لا ازاي ده في المال. لا، احنا بنلاقي ناس معاها فلوس فعلا وبتسافر بره وبتشتري كل اللي نفسها فيه، لكن ما بتقدرش تشتري الرضا، والرضا ده هو اللي بيخلي الانسان يشعر بالسعاده. بالنسبه لي هدير، يعني مساله السعاده دي، يعني لو عشت موقف مثلا او افتكرت حاجه قديمه حصلت لي، ممكن وانا قاعد كده اسرح بخيالي وافتكر موقف حلو، ممكن احس بالسعاده ساعتها. صحيح، وهي مساله كمان انه السعاده في الرضا. هي السعاده الحقيقه في الرضا، لانه يمكن احيانا كتير زي ما انت بتقول، يمكن الفتره اللي انت بتفتكرها وكنت سعيد فيها دي ما تكونش هي مثلا انجح فترات حياتك، او تكون هي الفتره اللي كنت محقق فيها كل الحاجات اللي انت عايزها لكنك كنت سعيد. فده اللي اكد انه مفيش حاجه معينه هي دي شروط السعاده. علشان اكون مبسوط في حياتي لازم يكون عندي وعندي وعندي كل الامكانات اللي موجوده بتسهل لك حياتك وبتخليك تكون مبسوط وتخليك تكون سعيد. لكن كمان في حاجات كتير مهمه، ويمكن انا من اكتر الحاجات اللي بتاثر فيا هم الناس. يعني الناس اللي بنعرفهم على مدار حياتنا هم مصدر كبير جدا لقوتنا ولسعادتنا ورضانا عن نفسنا، لانه طول الوقت مساله انه يكون في ناس حواليك بتدعمك وناس حواليك هم مصدر سعاده ليك، حتى لو كانت الناس دي انت المسؤول عنهم زي ولادك مثلا. لكن في النهايه ده التعب بقى المنسي زي ما بيقولوا كده، الولاد طول الوقت بيكونوا مصدر لينا انهم يدونا طاقه ايجابيه ويدونا سعاده. والاكل طبعا مصدر سعاده كبيره بالنسبه لناس كتير، ولا ايه؟ صح. وانا انا من الناس دي على فكره. الاكل كمان يمكن في اكلات معينه بتحفز الجسم اكتر انه يطلع هرمونات اللي هي تسمى بهرمونات السعاده، زي السيروتونين والدوبامين. في اكلات معينه، خضار والفاكهه والحبوب الكامله، البسله ورز معمر، الحاجات دي بالنسبه لي مصدر سعاده. بالنسبه لك مصدر سعاده؟ ما هم كربوهيدراتس يعني بخضار. طيب الحمد لله. طبعا بيعملوا سعاده يعني. فطبعا يعني ربنا يسعد ايامنا جميعا، وداخلين على ايام مفترجه. كل سنه وحضراتكم طيبين. عايزين نسمع من حضراتكم ايه هي مصادر السعاده في حياتكم في اليوم العالمي للسعاده. ده سؤالنا هتلاقوه موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. وصباح الخير عليكم جميعا.